يا هلا فيكم. الحين راح نروح إلى المغرب، بالأخص إلى مدينة طنجة، وراح نشوف أهم وأبرز المعالم السياحية فيها مع كاميرا موبايل صديق البرنامجنا 7x7 عدنان مرشيد. خلونا نشوف في فقرة حول العالم، خلونا نشوف ياكم. مشاهدي برنامج 7x7 حياكم الله اينما كنتم. انا عدنان من المغرب، ساخذكم اليوم في فقره حول العالم في جوله مدينه طنجه المغربيه، شمال المغرب تحديدا. مدينه طنجه التي تشكل قطع عبور نحو اوروبا، وخاصه من الجهه الجنوبيه اي باتجاه شبه الجزيره الايبيريه، اسبانيا ثم البرتغال بجوارها. مدينه طنجه التي تعتبر واحده من المدن السياحيه العريقه بالمغرب على غرار باقي المدن التاريخية الأخرى مثل مراكش، أكادير، فاس إلى غير ذلك، وتتفوق في شيء جد مهم وهو الموقع الاستراتيجي، بحيث أن مدينة طنجة تشكل نقطة التقاء واجهتين بحريتين وهما البحر الأبيض المتوسط ثم المحيط الأطلسي، ما يضفي على المدينة رونقا خاصا بانتشار مارينات، بانتشار كذلك قرى سياحية بجنبات المدينة من جل المداخل، سواء الشمالية أو الشرقية أو الغربية أو حتى الجنوبية باتجاه مطار المدينة. دون أن أطيل عليكم، سأخذكم في هذه الجولة لتكتشفوا معنا كل مميزات ومقومات السياحة بمدينة طنجة المغربية. فرجة ممتعة، ثم ألقاكم بعد ذلك. المسجد الذي ترون من خلفه هو مسجد السوريين، شيده الإخوة السوريون بمجرد عودة الجنود المغاربة الذين شاركوا رفقة الجنود السوريون في حرب الجولان، وكان ذلك عام 1974، تيمنا منهم بالدور الهام الذي لعبه الإخوة المغاربة في حرب الجولان جنبا لجنب رفقة الأشقاء في سوريا. السلام عليكم، نحن في مدينة سوق برا طنجة، معروفة على ساعد العالم على حسب السياح كيجيو كيدخلوا. انا دابا حاليا 7 سنين في هذا الموقع، كيبيعوا شرينا الحلوى عالم، كيجي عندي جميع الدول، جميع السياح كيجيو عندنا هنايا لطنجة، وكيبغيو المغرب بزاف في الفرحة، والناس المغاربة، الناس كرامة، والناس الناس ملاح المغرب، وكيجيو عندنا هنا كيتقبلوهم بزاف، وكيبغيو المغرب هما كيجيو عندنا على حساب كيلقاونا الراحه، كيلقاونا كلشي رخيص عندنا. حنا حاليا نعيش في اسبانيا، بحال اسبانيا ولا هولندا ولا لا، كلشي غالي عندهم تما. باش غدوز السياحه خصك فلوس كبار، بحال رجع للمغرب هنايا خصك 5000 درهم غدوز فيها شهرين 3 شهور في المغرب، خير موجود في بلادنا. والله تحيه قناه فجيره. نتواجد الآن بقلعة المنار، القلعة المجاورة لمنار مدينة طنجة، هناك على الجهة اليسرى. على الجهة اليمنى كما ترون هناك المحيط الأطلسي. الغاية التي شيدت على إثرها هذه القلعة قبل نحو قرنين من الزمان كانت تهدف بالأساس لمراقبة السواحل المغربية.
أمام مدخل مغارة هرقل. هناك من خلفي مغارة هرقل، هذا البطل الأسطوري الذي يعد من أشهر أبطال الميثولوجية الإغريقية نظرا لقوته الخارقة وأعماله الأسطورية. وفقا للأساطير اليونانية توجب على هرقل في إطار إنجاز مهمته 11 التي وكلها له والده أليدين أبو زيوس، التي تمثل خصيصا في 5 أو 6 نقاط أساسية، وهي إحضار التفاح الذهبي المتواجد بحديقة الهسبرد المتموقعة حسب القصص بين طنجة والعرائش، التي تبعد بحوالي 80 كيلومترا من طنجة. وتروي الأسطورة أن هرقل خلال معركته ضد أنطي قد قام بفتح مضيق جبل طارق بضربة من كتفه نظرا لقوته الجسمانية الخارقة. وقد قام هرقل بقتل أنطي واتخذ امرأته زوجة له وأنجبها طفلا أسماه سوفوكس. هذا الأخير قام بتأسيس مدينة أسماها طنجيس التي هي طنجة حاليا تكريما لروح أمه. بختام جولتنا بمغارة هرقل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا أيضا بمدينة طنجة. أضرب لكم موعدا في الحلقة المقبلة إن شاء الله في مدينة أخرى. إلى هناك دمتم في رعاية الله.